عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن ظهور نادر لأمير قطر الوالد والشيخة مزة. شهد مساء السبت 6 مارس أظهر ظهور نادر لأمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني وزوجته الشيخة مزة بنت ناصر. وحضر أمير قطر الوالد والشيخة مزة أمس خطاب منافسات الجولة الأولى من جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحوادث بحسب وكالة الأنباء القطرية قناة. وكان حاضرا المسابقة أيضا شقيق أمير قطر الشيخ جوعان ابن حمد آل ثاني بصفته رئيس اللجنة الأولمبية وعدد من كبار المسؤولين وجمهور من محبي رياضة الفروسية. وأقيمت المناسبة وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتوجت الشيخة مزة بنت ناصر الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، إذ جاء في المركز الأول الفارس البلجيكي نيلز برونسلس، وحل في المركز الثاني الإيطالي لوروندو دي لوكا، وفي المركز الثالث الكندي إيريك لاماز. وشاركت الشيخة مزة عبر حسابها على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي صورا من حضورها وأمير قطر الوالد الشيخ حمد ابن خليفة الثاني منافسات الجولة الأولى من جولات لونجين العالمية قفز الحواجز. ونحن ننقل لكم الآن لقطات حياء من صفحة الشيخة مزة التي تجولت فيها داخل المسابقة وكانت تحيي الجماهير، وكانت أيضا قد قامت بتسليم الفائزين للجوائز. ويعتبر هذا الظهور ظهور نادر لهما اليوم سمو الأمير الوالد حمد، ومنذ فترة لم يظهر في أي أماكن عامة. وتحياتنا لكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.